قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ساق بسنده الإمام مسلم رحمه الله، ساق بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، سبق أن تكلمنا عن مناقبه في لقاءات سابقة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب هو السب والشتم، السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، يعني أن تسب أخاك المسلم وأن تشتمه وأن تتكلم فيه بما يعيبه، هذا هو السباب. قال: سباب المسلم فسوق. والفسوق، الفسق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة، هذا فسق، فسق. ولذلك الفسق أعظم من العصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أشدها الكفر ثم الفسوق ثم العصيان، فدل على أن الفسوق أعظم وأشد من العصيان. قال هنا: سباب المسلم فسوق، هذا سبه وشتمه، فسق، معصية، خروج عن الطاعة، بل أكبر من المعصية، خروج عن الطاعة. وقتاله كفر. قال الشارح مع الحديث، قال: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. يعني للأسف الشديد بعض الناس لا يحفظ لسانه، تجده يلعن ويسب ويشتم إخوانه المسلمين، ولا يعلم أن كل كلمة تصدر منه محاسب عليها. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة تقولها أنت محاسب عليها. فأنت عندما تسب أخاك المسلم وتشتمه وتتكلم في عرضه، هذا العمل حرام، قال المصنف بالإجماع، ليس فيه خلاف، ما في أحد من العلماء قال المسألة فيها قولا أبدا، قال حرام بإجماع الأمة الوقوع في المسلم سبه وشتمه ولعنه، هذا حرام بالإجماع، قال بإجماع الأمة. قال: وفاعله فاسق، الذي يسب ويشتم فاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الجزء الثاني، قال: وقتاله كفر. وقتاله كفر، هل القتال الذي يحصل بين المسلمين، القتال هذا لو فرضنا عرفنا أن هذه الطائفة باغية متعدية على تلك الطائفة، هل نحكم بكفرها؟ لا، والله عز وجل سماهم إيش؟ مؤمنين، وإن من المؤمنين فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين. إذن كيف يؤول هذا الحديث؟ كما ذكرنا في نظائره، قال: وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به، فلا يكفر به عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله، يعني إذا استحل قتال أخيه المسلم ورأى أن قتاله حلال،
وراء أن قتاله حلال، فإذا استحل قتال أخيه المسلم فهو يكفر ويخرج بهذا الاستحلال. قال: إلا إذا استحله. قال: فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال، أحدها أنه في المستحل وهذا يكفر فيكون الحديث على ظاهره، الثاني أن المراد الكفر كفر دون كفر، وهو كفر الإحسان وكفر النعمة وكفر أخوة الإسلام لا كفر الجحود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن النساء وقال إنهن يكفرن، ثم بيّن هذا الكفر وقال: ها يكفرن العشير العشرة. فليس المراد الكفر الجحود والخروج من الملة. الثالث، قال الثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. طيب نقف عند هذا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.